كنزة، احط السنان اللي هي بتاع دي ولا بلاش؟ ولا خليني بالباكس باني بتاعي؟ اوكي لا خلاص، انا مرات خالي از ماي بيست فريند وقالت لي نوت تو بوت الهوليوود سمايل، خليني كده باكس باني سمايل. انا اتفاجئت بصراحه النهارده، اي لاف ميك اب فور ايفر. اول مره في حياتي احط ميك اب، لا كنت بلعب بقى بالميك اب بتاع مامي وانا صغيره، روج هنا روج هنا مناخير هنا، يعني ده اول مره احط العب، بس ان انا احط ميك اب اول مره اول ما مثلت، لكن انا اصلا مش بحط ميك اب، عشان كده ميك اب فور ايفر. انا مستنيه ان انا بقى ايه يعني انبهر واندهش، اي وانت تو انبهر. انا ليه اخترت ميك اب فور ايفر وليه بحبه؟ في شكله في التصوير بيطلع حلو جدا. البرودكت الحاجه اللي انا بستخدمها يعني كتير من ميك اب فور ايفر الفاونديشن، بس اكيد بستخدم درجه غلط. بس انا النهارده جايه بالمصري كده ابرشط على ميك اب فور ايفر عشان اعرف بالظبط ايه هي الدرجه من الميك اب ارتست، ويا ريت بقى لو الكونسيلر، لان البنت من غير كونسيلر ما تبقاش بنت. انذر كويستشن، لكن رمضان بالنسبه لنا بيبقى التلفزيون، حسب مين في الفاموليا عامل مسلسل ونتفرج عليه. بتخن في رمضان؟ لا عادي، انا بتخن all the time، فاي دونت كير اباوت رمضان اور نوت. طبعا في بنات كتير بتفضل تاكل ما شاء الله ويشربوا بقى حاجات كتير فيها صودا ويفضلوا موديلز قد كده، البنت قد كده كل. وانا طبعا يعني وانس ان انا عملت لايك على طبق الفته بنفش كده، عشان كده لازم الخدود دي مع الميك اب ارتست الاقيهم بقى ايه مشدودين، الاقي ده كده منحوت كده عشان لما اجي اتصور ابقى انا ممكن دلوقتي اقوم من هنا هنا على وشي عادي وتلاقيني وقعت على اسناني. سيلانس سيلانس بليز. التيم بتاع ميك اب فور ايفر كله لطيف وكلهم لزاز، سو كايند اكستريملي كايند. لوني المفضل البلو، رويال بلو والبلاك. لا انا ببكي على طول على طول، على قد ما انا بحب اهزر وكده انا فيري سنسيتيف، يو نو اف يو تيل مي اني ثينج تضايقني اي ويل كراي ناو. انا قصدي ان انا لم شعري عشان اطلع القوره الكبير قوي اللي ورثتها عن والدي، عشان الميك اب ارتست تعملها بقى كونتورنج الاقيها قد كده. وات ايلس؟ وات دو يو وانت فروم مي؟ تيل مي وات دو يو وانت فروم مي دايركتور؟ اي ام اكزوستد يو نو، بليز ليت مي ستارت وذ ذا ميك اب ارتست، اي وانت تو فينيش ذيس ايبسود على خير. ذاتس هاي بنات، معاكم غدير سلطان من الكويت، اليوم معاكم مع ميك اب فور ايفر بحلوة رمضان سيزون 2. الحلقة وايد تحمس، تدرون من الضيف اللي معاي؟ ملكة الكوميديا. ايمي هاي هاي، ابوس لك. حدي متحمسة، حدي متفاجئة ان اليوم راح تكون الحلقة معاك. ايوه وانا كمان متحمسة جدا يعني، وان شاء الله هفهم اللهجه الكويتي عشان انا اي لا إيه؟ وانا بعد بفهم، قاعده افهم معاك. اوكي متخيله ان انا شو راح اسوي ولا مو متخيله؟ لا مش متخيله، لان انا اصلا يعني جايه لك مش بفهم اي حاجه في الميك اب، فدي حاجه بالنسبه لي محمساني ان انا ايه، وهذا من الاشياء اللي انا متحمسه ان انت ما تفهمين قوي، ما بشوفها غيرك. يعني ممكن تخلي عيني عامله كده عادي، ما عنديش مشكله. قبل لا نبدي راح العبك لعبه، جاهزه؟ جاهزه. فير اور تروث؟ اوكي. انت عايزاني اختار ما بينهم؟ بس اتمنى انك تختارين اللي انا حاطه في بالي. لا لا ما تقلقيش ما تقلقيش، طبعا دير، لانه اكيد شخصيتي الله. طبعا دير، يعني اعملي بقى اللي انت عايزاه بقى ترانسفورم. ريحتيني، قاعده حدا يقول ان شاء الله انها تختارها. بما ان اخترتي دير انا راح اكون وايد جريئه، راح اخلي عينك توصل لهني. اوكي. وشنت عايزه بقي بس الاقي كده فاهمه ايه كده بليز. طلعوا لي من لا تحطي هذه لعبتي. اوكي اوكي، بس عايزه لون كده بقى حلو بقى كده فرفشيني. يلا بقى قولي، بس انا عايزه اطلب منك وانت بتقولي لي تقولي لي ده ايه؟ هذا يكون سيروم قبل الميك اب، يعني عشان بوستر. ده كونسيلر في الاول؟ كونسيلر. بحب الكونسيلر ده قوي بقى، وراح تحبينه زياده هذا. ماشي. بصي يا غدية، انا عشان انا دايما ما بحبش الم شعري في التصوير بسبب ان انا عندي قوره قد كده، بسم الله ما شاء الله، واللغد ده اللي هو بقى الكبير ده، ومش عايزه اشفطه بقى ولا اعمل سيرجي ولا حاجه، فانت بقى عايزاكي كونتور بقى، خليكي كده يعني لازم اختار لك كونتور. كونتور عايزه بقى الكونتور بقى اللي هو الاوفر ده كده، عارفين يعني لما فينا بتبقى الخدود كده شيكس كده، مناخير عايزاها قد كده يعني. اوكي يعني هذا كل هذا اللي سويتيه هذا وطالع لك باللعبه ان انا اللي اسوي. ما ايوه ما انا بقول لك طلباتي عشان تحسي اللي طالع لك اللي انت تبينه. لا انا ابين ابقى مناخيري كده، ده طلبات. يلا يلا ما راح نزعلك عشان اول مره.
فايه ممكن ثلاث شادوات وايد الوان احلى صح؟ ماشي. وعايزاكي كمان طلب كمان تعلميني ازاي احط رموش. ايوه ما انا مش بعرف احط ميك اب ومش حابه اصلا في حياتي ان انا احط ميك اب. لو خليتيني بقى هقعد بقى على الانستجرام وابقى اختار لك اي لاينر وراح اعلمك على الاي لاينر. هذا حق حواجب على حسب لون حاجبك على حسب كثافه الشعر. في حد حواجبه جري؟ ده جري صح؟ ايه اخذ لك قلم اسود. ايوه طبعا بتعرفي تحطين كحل اسود جوه. ايه بنعمل كده؟ صح تمام حلو صح. غدير بما انك يعني عندك اكسبيرينس فظيعه جدا في الروج وفي ميك اب فور ايفر، في بقى من الحمره واحد يديني حمره يخلي بق كده طالع لقدام على طول مش عارفه اتكلم. اقدر اسوي لك اياها بالكونتور، لكن انا عايزه اللبس اللي فوق دي تبقى طالعه كده عشان ايه لما اجي اتكلم ابقى حتى مش عارفه اتكلم. غدير احنا كده لمينا كل حاجه؟ ايه خلصنا. هنروح بقى نلعب هناك في الوش نسوي لك الميك اب. ليتس جو يلا. طب مش عايزه اي حاجه ثانيه من هنا؟ نو 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 اي وونت ذس ويز مي ويت 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 ويت. هذا وانا ملعبتها وانا مختاره على كيفي انا. ويت ماشي. لا لا ما انا مش ما اخذتش هاخدهم لمامي. مامي عايزه. مامي عايزه والله. مامي قالت لي هاتي معاكي وانت جاي فايه وانا هاخد لها دول. يلا بينا يلا بينا نعمل ميك اب لحظه تاريخيه اليوم. لازم راح اخليها تسوي اخر شيء بروحها، راح اخليها تسوي هذه الحركه. ايوه دي نفسي قوي. اوكي تمام جاهزين؟ جاهزه يلا. اول شيء راح اكنتر العيون العينين. اي راح احط لهم كونتور علشان اعرف الرسمه شنو راح اخذ. فراح نستخدم هذا البلت، هذا الكونتور اندر بينتينج. يس هذا اللي عندك نفسه صح؟ عندي وما بعرفش اعمله. فانا راح ارسم لك الخطه بالكونتور وبعدين احط عليها الشادوات. طب سؤال بقى، وانت لما لو في حد بقى قال لك مثلا انا عايزاكي تحطي لي فاونديشن الاول بعدين العينين، هتقعدي تحطي باودر بقى تحت العين عشان ما ينزلش بني؟ ايه احط باودر بس انا احب اسوي العين عشان متعوده كذي وانظف عندي عشان يبقى نظيف ما فيش حاجه تقع تحت العين. صح وايد حلو وايد حلو. ينن قولي ينن 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 مش بوسيكات. الله طب اقول لك ايه، انت عارفه ان انا عندي فوق عيني مبطن. مبطن مبطن ايه ايوه مبطن. يعني ما راح تحطين الوان وايد، اعتمد على لون واحد ويكون مات ندمج. والله يعني هعمل نفسي ان انا فاهمه بس ان شاء الله هفهم. يعني الحين استخدمت هذا الباليت. ايوه ستارليت. اوكي هاللون هو على البني. حلو. راح احطه على على فوق الكونتور علشان اثبت الكونتور اللي سويناه. حلو الفرشة برضه. الفرشة 242 عندنا ان ايجيبت يو نو بنقول بنفيد اللون. راح اخذ شوي من البلاشر B402. راح اخذ شوي هو بلاش بس راح استخدمه شوي على مع الشادو. ممكن احنا نستخدم وين؟ بطلع عينك الكسرة هذه الخفيفة اللمعة. اللمعة عشان نعطيه ساعة أكثر. دي بقى اللي بتعمل البصة اللي هي البصة هذه اللي تقولين عنها اللي بتسوينها بعد شوي. اختار من هذا البالت. اوكي وناخذ الميست فيكس نحطه شوي كذي وناخذ منه شوية كذي على الفرشة. نختار اللون نقول مثلا هذا اللون نختار جولد مع شوي جولد مع شوي نسوي ميكس ونرفع العين ونحطه بهالطريقة. بزعل قوي ان الحته دي عندي ما بتبانش، ان انا عايزه ابين ان عيني معموله حلو مثلا في حاجه امثل كده علشان يبان، لان انا لو فتحت عيني خلاص راح. لا الحين راح يبين معاك. اوكي بحب اللهجه الكويتي معاك. معاك شنو بالمصري؟ معاك. معاكي. فرفير قوي. طب وانت ليه بلتيها كده ورشيتي عليها عشان يثبت اكثر. راح استخدم هذا الكحل الاسود اكوا اكسل. اوكي الحين راح اطلع الكحل الاسود. ايوه بطلع عينك احط لها بهالطريقه عشان اعرف لوين بوصله. بعدين بطلع عينك لا قمضي بطلع قمضي لا تقش ايه ده الجنان ده. انت بتشتغلين يا رجي وانا قاعده عماله اشكر فيكي واقول فيكي بوسيكات. وات از ذس نو ويت قمضي. اوكي اهم شيء هذه المنطقه تكون سوداء. دمجتها شوي موهته اكثر عشان ما يبين حد اللي داخل. اكيد عندك المسكرة. ايوه عندي عشان دي اللي شو بتسوي؟ دي اللي كده بتبقى بتدي كثافة. والله شاطرة برافو. يلا خلينا نجرب. يلا
غمض ولا فتح؟ دايما بسال نفسي. خليكي عادي، انا فتح لك ولا اغمض لك. اوكي، هو احنا دايما بنحط ماسكارا قبل الرموش ولا بعد الرموش؟ انا احطهم قبل لان يشوفون احط الرموش. الحين حطينا ماسكارا، الحين راح نسوي الرموش. طبعا راح استخدم هذه C704. لا مؤاخذة، another question، ميك اب فور ايفر عنده اللزق بتاع الرموش؟ معاهم صح؟ اوكي وايد حلو يعني. مع الرمش في كل جوا بيبان. هو هذا هو بس انه ما يبين معك. ما بيبين. تحطينه يصير شفاف. بينشف. غير الاسنان، دي رموش، انا عندي اسنان تانية بركبها وقت اللزوم، دي رموش بركبها وقت اللزوم. جد يعني سو امبارست يعني، بس عادي يعني خليني كول. عادي. I love makeup forever. تيو دان دان اللي داني داني واوي دو. دي بقى اسمها الكماشة. لما حد يعمل حاجة غلط غادي تطلع وراه بالكماشة. دي ميك اب فور ايفر برضه؟ ايه. اوكي. لا ميك اب فور ايفر ده شقي قوي. دلوقتي احنا بنحط رموش. دي رموش نمبر 2 ولا لا؟ طيب استاذه غدير كتر الف خيرها، ربنا يخليها يا رب ويخلي لها قطعتها اللي فوق دول ويكبروا ويطرحوا ويخلفوا لها اربعه تانيين في البرنامج حلوه رمضان السنه الجايه تلاقوا عندها اربعه ان شاء الله. اوكي ميك اب فور ايفر عنده كل الاشياء تستخدم يعني، عندهم الكلينزر ده، ده لا مؤاخذه كلينزر، انا افتكرته في البدايه سبراي طلع مش سبراي واحرجوني قالوا لي انه كلينزر. اوكي فده كلينزر للفرش. للفرش تمسكي الفرشه بتاعتك تنضفيها 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 يشطفها كده يخليها بتقبرق. انا خايفه قوي من القط ده. خد الايلاينر الاسود الايلاينر اكوا بلاك بيبقى بالفرشه كده. الفرشه ده دي الفرشه يا اما ماي، انا لو انا في بيتنا هعمل كده. لازم تحطي ايلاينر في الحته اللي قدام دي يعني عشان ما تبين ان انت حاطه رموش و فضيحه. غدير دي اصلا كانت قطه يعني، هي اصلا كانت كات وكانت في الكويت وكانت بتبقى ماشيه كده كات في الكويت. فميك اب فور ايفر بقى قال لها بس 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 اي ونت بس 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 تعالي يا غدير اعمل بقى ترانسفورميشن، لان ايمي دي اساسا طفله وشها وش الطفله، عندها خدود عندها لغط متشرده، فنخليها ليدي ونكمل الحين. ده ايه بقى؟ راح اطلع سكين بوستر اللي هو اللي قبل شوي تكلمنا عنه اللي هو حق ده بتاع ايه يعني بيعمل برايمر. اه برايمر هذا نظارك هي البشره قبل الفاونديشن. اوكي هستخدم لهم فرشه 108. دي بقى الفرشه اللي انت تقدر تغسلها بالكلينزر. بحط لك هذا فاونديشن واي 305. هي دي الدرجه المناسبه لي. يعني انا عايز اسالك سؤالي، انت بتحطي فاونديشن درجتي انا إيه؟ ولما تيجي تعملي كونتورنج بتعملي أغمج بالفاونديشن برضو ولا بتعملي لا 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 بحاجات ثانيه؟ حاجات ثانيه انطر عليه شوي واحط طبقه ثانيه من نفس الفاونديشن. بس بنتي انت عايشه راح يعطيه فول كفر زياده. وليه بقى بنعمل كده؟ اذا تبين الفاونديشن اقوى يكون وايد فول كفر. انت عارفه يا غدير انا مستنيه اللحظه بتاعت الكونتورنج بالظبط كاني بولد. من سكالتنج باليت راح استخدم هاللون احطه كبلاشر كريمي. ده كونتورنج بقى؟ لا هو هذا يعني ياخذونه حق اذا عندها هالات تطب فيه الهالات اول شيء. بعدين وانا قاعد استخدمه كبلاشر كريمي بس انا ما عنديش هالات صح؟ لا 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 انا قاعد استخدم لك اياه. قالت هالات او ماي جاد اي دونت سي قاعد استخدم لك اياه كبلاشر مو حق هالات. اوكي اوكي راح نجيب هذه الفرشه رقم 1 1 2 2. بعد ما نظفناها وغسلناها ونشرناها وعصرناها وديد ايفري ثينج. اختار لك درجة أكثر على البيج. ده بتاع إيه بقى؟ على الوش يعني ولا فين؟ إيه على الكونسيلر هذه. آه كونسيلر إز ماي لاف. البنت مننا من غير كونسيلر ما تبقاش بنت. شوفي حالات اللون. طب الدرجة دي ليها رقم ولا أنتوا بس كده بتفرشوها لنا على العلبة؟ رقمها واي 415. واي 415 أنا بوصيكي يا دنيا أنت ومامي تحفظوا. واي 415 عشان نجيبها نستخدمها. اللون وايد حلو موجود بهالباليت. ده لون حلو قوي بالنسبه لي انا، فاللي عايزه هيلاقيه في الباليتات دي بتاعت الاندر بينتنج.
طب وايه احسن سبونج يعني دي ولا البيضه؟ تدري ليش حلوه؟ انا وايد احبها لانها عادي حتى بالاماكن اللي ما تقدرين توصلين لها بسرعه. رفيعه داخل شوي رفيع اقدر اوصل لها. الحين راح استخدم البودره الصفراء تحت العين اسفنجه. طب ممكن نبقى نعرف درجه البودره دي؟ بودره صفراء رقم 108 اتش 108 راح اخذها بهالطريقه طايف فوق. نحاول نخف ايدنا عليها. وانا انا انا وشي محتاج اللي هي الدرجه دي اللي هي الصفرة دي. انا يعني اكثر اغلب البشرات احط لهم الدرجه الصفراء علشان ما يبين اذا اي تعب تحت العين ما يبين. بلاشر؟ ما انا بحب بقى اللي هو البيتش شويه بس ده اورنج اكثر من اللي بستخدمه بس ده. بقول لك ايه اعمل كده ولا ما اعملش؟ لا خليك عادي. عندنا فنانة شويكار عاملة شخصية يابانية كانت لابسة زي كده تقول توكا 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 تارارا توكا 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 بس كنت عاملة شعرها زي كده بس ناقص لك حاجتين العصايتين بتوع السوشي دول عرفتيهم؟ حطيهم كده توست. أقول لك على حاجة ممكن تجيكي بتاعت الأي لاينر أي ويل بوت إت ناو تروحي مطلعاها بقى كده مرة واحدة وشغالة في عيني. هاخذ هذه الفرشة احب استخدمها حق كونتور الخشم 406 خشم يعني منخار منخار يعني مناخيري النوز. اوكي راح هي عندها نزلة شوي احنا راح نرفعها. عندي نزلة وعندي منقار يو نو ذيس يير لايك ذيس يو نو لايك راح نضعف هذه المنطقة. ايوه بتعملي ايه بقى بتغمقي من الجنبين أيوة. صح؟ راح نسوي كذي فالفرشة راح تساعدكم حتى اللي ما تعرف. باليتي نيو كولكشن هو رايح حاطين لكم بلاشر حاطين لكم هايلايت كل حاجة مكتوب فيها يعني انا بالنسبة لي هاخدها ان شاء الله هضرب على عارفة الكونتور عارفة البلاشر عارفة الهايلايت. نفسي اعمل مناخيري قوي لان انا بحس ان هي عندها منقار ولما حد من الفانز يكتب لي يقول لي لو عملتي مناخيرك هتكون احلى بعمل له بلوك لان ما حدش يقول لي على مناخيري اي حاجه. نزلي راسك انا صرت قصيره مو قادره اوصل. انت صغننه اصلا انت ميني كوبر. انا حبيت قوي العلبه اللي اسمها جليتسي دي هي نفس اللي حطيته تحت العين. احنا استخدمناه قبل كده الباودر الاصفر ده تحت العين هو هو اللي بتديله بقى ايه؟ الحتت افتح المنطقه عشان يعطيني شكل الخشم اضعف بعد وبتفتحي في النص وفتح الكونتور اللي سويته وبيفتح في النص انا جيت من بيتنا اوكي عامله ميك اب اللي هو ميك اب اللي هو تعب دلوقتي انا ايه ده الطبيعي بتاعي ايه بقى لازمة الخط ده بقى يا غدير؟ راح نحط كونتور؟ because this المنطقة this is very bad. Very very bad. Very very bad. دايما my sister you know at home دايما تقول لي ايمي make like this. Make like this. عشان ايه نسترتش ذيس بارت. ذيس بارت از فيري باد ايفن اف يو ار فات وخسيتي برضه بتفضل يو نو زي ما يكون كده ايه مكتوب عليكي يفضل عندك لغط. ذيس از ذا لغط. يعني احنا فاتح غامق فاتح غامق فاتح غامق فاتح غامق يلا معايا فاتح غامق فاتح غامق ده الكونتورنج. نفس الباودر راح احدد اللي هو ثاني خطوه من فاتح. فاتح اوكي بس ما قالت قامج فاتح غامق فاتح اي لاف ات. دلوقتي بتعملي حواجب؟ كان انضف لك تحت الحواجب. اوكي بتنضفيها بفرشه ايه بقى؟ نفس الفرشه هذه الصغيره اللي سويت فيها كونتور الخشم رقمها 174. الحين راح ناخذ نفس الباليت اللي عجبتك راح نحط ميكس بين هاللونين بس نشوف اللون يطلع شنو. ماشي هاتيها بس دي بس لما تخلصي كده عشان ايه؟ دي جليتزي الجميلة. اخدتي لون ايه وايه؟ هاللونين مع بعض. سكالب ده والتاني هايلايت ولا لا؟ اخدتي لا موكا موكا اوه ماي فيفورت موكا.
ده بقى الكونتورنج اللي انا قاعده مستنياه من اول الحلقه، القوره. عشان كده رفعت شعري رفع الفظيعه الحزنبوله دي، فجليتزي هنقفلها وتبوتت ان ذا جاكيت. ذاتس ات، بس خلصنا منها. Nothing happened. Nothing. I don't have anything now. يا ريتني عملت كده من الصبح، انا قاعده عماله ابص في الحاجه وخلاص. يا ريتني ضربت على الحاجه. الجاكيت بسم الله ما شاء الله يكفي ميك اب فور ايفر كله. يا ريتني خدت الماتيريال كله وانا قاعده عامله نفسي مؤدبه. يلا نيفر مايند. بي 402 بس درجته حلوه لانه مش غامق ومش فاتح. دلوقتي بتعملي ايه غدي؟ تحت العين. الحين ارسم تحت العين. هذه احلى فرشه حق دمج تحت العين اللي هي رقمها 216. بجد بتبقى تخينه كده؟ ايه. هو الايلاينر بيتحط بالفرشه؟ ولا دي ايه؟ فرشه. فرشه الايلاينر 258. عاده انا في شغلي دايما عمري ما عملت كده. يعني دلوقتي لما بعمل مسلسل حتى الاخير ده او مثلا فيلم او حاجه دايما بعمل كاركترز كوميدي فيها كاركترز يعني زي هبه رجل الغراب، بعمل حاجه فيها اسنان وواحده وحشه ده بالنسبه لي ديفرنت ان انا بعمل حاجه فيها ميك اب طبيعي. فاهماني؟ من كتر ما حطينا كده الحمد لله بقى لنا شويه بنحط ميك اب انا جعانه. لا بهزر بهزر. ام جوكينج. كان بجد عادي يعني. ام هانجري يعني مينز ان احنا عادي نشتغل عادي واحنا جايين. ممكن ناكل الفاونديشن. تصدقين انا ما اعرف اشتغل وانا شبعانه بجد؟ لازم شوي عارف. لازم تبقي جعانه؟ يعني اتاكد لازم. انا ما اعرف اشتغل الا وانا شبعانه حضرتك. اطلعي راح نحط لها قلم. ده ايه بقى؟ لون اصفر. اوكي بس نفتح العين اكثر. لون داخل العين اصفر اكوا اكس ال رقمه ان 40. اوكي الحين راح ناخذ فرشه ضعيفه راح نحط عليها الستريكس. ناخذ من نفس اللون اللي حطيناه داخل. الحين راح اسوي الحواجب. طبعا نفس الشيء اخذت لافريج راح ابللها واوقف الحاجب عشان اقدر ارسم. دلوقتي هي بتعمل لي الحواجب بده اللي انا كنت فاكراه للاطفال الصغيره عشان هو حجمه صغير فانا هزيل الهبله. اكوا برو 30. اوكي طلعت الحواجب حلوه. دلوقتي هنحط الحمره اللي اسمه روج. راح نستخدم الحمراء كونتورين كده تحديد للبق 110. استخدمت لها فوق 103. عايزة بق كبير زي زكية زكريا. بس انت عارفه زكية زكريا؟ عارفها. اها انا عايزة زكية زكريا. اخر شيء راح نحط الهايلايت. راح ناخذ شوي. ده بقى الهايلايت ده اللي انا قاعده برضه مستنيه اللحظه دي. لفيت كده ضحكي علشان خليت عادي. لما ضحكت لقيتي خدود طلعت وما عرفتيش تحطي الهايلايت. طبعا انا عارفه نفسي. لقيتي فجاه كيس مخده راح طالع لك البلو راح تطلع لك ات ذا رايت. اي نو اي نو اي نو مش مشكله. نفس البيرما كده برضو شوية لمعة بسيطة تحت الحاجب. وايد حلو. وايد حلو يتحط في البنطلون بقى في الجيوب لأن الجيوب فاضية. You take it all. احنا دلوقتي خلصنا خلاص صح؟ وعايزة تعملي رتوش بس كده نظبط نروح نعمل الشعر نسيبه كده. رديني بليز جيف مي مور بيكوز ذيس از يو نو لايك ذيس إف يو ونت تو سليب يو ويل ويك أب لايك ذيس. Then we'll go to make the hair. We'll come back. Wait for us. Excuse me. Bye bye. احنا خلاص خلصنا
وغدير عملت الله اللوك. الله الشعر شعري خلصنا. وايد وايد حبيت. اوكي الحلقه تينن وايد وايد استمتعت وياك. انا كمان جدا. وانت تينني انت والميك اب وشعري ومبسوطه بيه جدا. لسه عندنا الفزوره. اوكي لسه عندنا الفزوره استنونا. دلعي حطيت على شعري. لسه عندنا الفزوره استنونا. باي باي. عشان الرينجز تبين. فزورة النهاردة بيبان زيادة في البروفيل، مفيش طريقة يطلع فيها جميل، نص الستات عندها منه، طول الحلقة بتكلم عنه، حطي غوامق عشان تخبيه أو شوفيلك دكتور وشيليه. إيه هو؟ لو عرفتي الحل هتاخدي كل الحاجات دي هدية. All this you will take it. Yes, as a gift. اعملوا سبسكرايب لميك اب فور ايفر ميدل ايست على اليوتيوب. اكتبوا الإجابة بكومنت تحت الفيديو. عشان تعرفوا أسامي الفايزين اعملوا فولو لميك اب فور ايفر MEA على انستجرام. رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين. باي باي.